مسألة الإفراط في استعمال القوة هذا خط أحمر. أيضا دائما وابدا احنا ضد التحركات الغير سلمية والتحركات اللي هي مطلبية المطالبة بالتنمية التشغيلية، هذه لابد أن تكون معقلنة وتكون يعني بعيدة عن التخريب والحرق وبث الفوضى. في الجانب الآخر يعني لابد أن تكون هناك حوار. ما نتحدث عن الأمنيين يعني قلت لنا وقت اللي ثم أثار لاستعمال الرش في إدانة المحتجين، هذا في حد ذاته هو يعني جريمة. من الجانب الآخر وقت نشوف احنا مقرات أمنية ومؤسسات تم حرقها وتم نهبها، هذا في الجانب الآخر هذا عصابات بطبيعة الحال، نرفض أن نتعامل مع الوضع بهذه الطريقة. يعني الأشياء المادية ثابتة هو استعمال مفرط الغاز مسيل للدموع، لأنه عندنا إصابة في مواطن في عينه حالة وتيرة وحرجة في مستشفى صفاقس، وعندنا يعني بعض الأفراد اللي هم عليهم إلى الآن أثر رش.